اهلا يا منى، ازيك؟ ازيك يا بقى، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. بصي، انا كان عندي سؤال. انا متجوزة مخلفة، الحمد لله حياتي يعني ظاهريا مستقرة، ماشي، بس انا عندي مشكلة وعايزة اعرف رأي الشيخ فيها. يعني قولي. بصي، اللي هي حتة العلاقة او القرب، يعني العلاقة الحميمية وكده. انا في بداية جوازي كنت عادي بلبي زي اي حد، يعني كان لما كنت ارفض كنت بلبي كتير جدا والله العظيم يا دعاء. بس لما كنت اجي ارفض يفضل يقولي الملائكة هتفضل تلعنك طول الليل، الملائكة هتفضل تلعنك طول الليل، فكان كنتي بيفضل يضغط بترفضي؟ عليا تعبانة مرهقة، أنا عايزة بالظبط. تنامي. يا تعبانة مرهقة مش قادرة مثلا كده. كنت برضه مخلفة بنت، فكان في البداية كانت البنت بتتعبني جدا ما بتنامنيش، كان يفضل يقولي الملائكة هتلعنك. فهو طول الوقت بيضغط عليا، عارفة اللي هو في حتة ابتزاز، يعني اللي هو ايه، بيبتزني بفكرة الدين. ده غير طبعا الابتزاز العاطفي، اللي هو لا ما بتحبنيش، طب انا مش بحبك، طب انا تمام. متجوزاك ومخلفة منك ليه؟ مع الوقت بقى انا اصلا بقى من كتر ضغطه واسلوبه وطريقته وحاجات تانية كتير، برضه تفاصيل كتير في العلاقة، بقى ينفرني منها اصلا. تمام، فبقيت بصراحة بقيت عكس الاول، بقيت برفض اكتر ما بلبي بكتير، فبقى زاد ضغطه في الحتة دي، وانا حاسة بيني وبين نفسي بحرمانية. فانا بس سؤالي عايز اعرف، هو رفضي طول الوقت سواء هو بسبب او انتي بدون كارهاه؟ سبب؟ انتي الراجل بقى، الشخص نفسه كارهاه ولا بتحبيه؟ لا، الاول كانت الدنيا لا كويسة، بس دلوقتي. دلوقتي الصراحة مش زي الاول، يعني كتر ضغطه عليا وكتر يعني زي انا بحس ان هو بيبتزني، بيضغط عليا جدا في الموضوع ده، فبقيت يعني بقيت بحس ان انا بهرب من الموضوع ده. فانا بس انا عايزه اعرف، هو انا رافضي طول الوقت سواء في بدايه جوازي اللي هو كان رافضي الاسباب، مع اني كنت بديله اللي هو عايزه كتير جدا، فهل رافضي في الاوقات دي فعلا فعلا كان الملائكه تلعني طول الليل، ورافضي دلوقتي هل الملائكه فعلا تلعني؟ يعني في فرق بين الحالتين ولا ايه؟ يعني انا طول طيب، ملعونه يعني مش عارفه. انت دلوقتي رافضه عشان انت يعني كعقاب لي او ك مش كعقاب، عارفة لما حد بيبني بينك وبينه حاجز نفسي ابتدى في يشيلك حاجز منه، نفسي. طيب ابتدى خليني اسال فكره، لانه فعلا الملائكه هتلعنك دي طول الوقت ماسكينها لنا. الملائكه هتلعنك ايه؟ والست تبقى تعبانه وميته وطلعان عينيها وعندها 7 عيال ومش عارف تنظف طول النهار، تشتغل وبتعمل وجايه بتموت خلاص، جابت اخرها. الملائكه هتلعنك ليه يعني؟ صلي على الحبيب. عليه الصلاة والسلام. أول حاجة أنت قلت مفيش حاجة اسمها إن شاء الله، مفيش حاجة ما اسمهاش إن شاء الله. لازم تقولي إن شاء الله في كل حاجة. هو أنا قلت مفيش حاجة اسمها؟ قلت في فين؟ الأول كده وأنت بتقولي مفيش، أصلي إن شاء الله، مفيش حاجة اسمها إن شاء الله. ولا تقولن أنا استغفر. لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. صليتي على الحبيب. عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني يا ست دعاء، ما زلت أقول وأكرر، وإن شاء الله لما تخش معايا الأحوال الشخصية إن شاء الله ونتخانق ونقطع بعض إن شاء الله. ونبين للناس إن إحنا فاهمين الدين غلط. ديننا الإسلامي إحنا فاهمينه غلط. الرجالة واخدينه من منطق الاستعباد والاستكبار والاستعلاء والسلطة، والنساء واخداه من منطق يعني اقول ايه، الذل والمسكنه، ولازم تبوس رجل جوزها بريحتها الوحشه عشان تخش الجنه. كل هذا هراء، وكل هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ايه جميله قوي يا ستي المتصله، وان كنت انا، سامحيني انا ما احبش يثار هذا الكلام على ملأ الناس، لان انا راجل صعيدي وامي دايما علمتني ان الغسيل الخارجي بيتنشر بيتنشر بره قدام والغسيل والداخلي الداخلي جوه. بيتنشر جوه. فسامحيني انا اسف، بس عايز اقول لك في ايه في القران جميله قوي، اسمعيها كده، اسمعيها وتامليها، مش حاضر. تحفظه بس، اسمعي بيقول ايه ربنا. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لأنفسكم. يا سلام، وقدموا لأنفسكم، مهمة جدا الآية دي، وقدموا لأنفسكم. ولما ترجع لستنا عائشة تعرف يعني إيه وقدموا لأنفسكم، تعرف مهمة البسمة في حياة وقدموا لأنفسكم، تفهم مهمة الكلام مع الزوجة في وقدموا لأنفسكم، الملاطفة، المداعبة، الملاعبة في وقدموا لأنفسكم. مش كده وبس، الإسلام الكريم لم يجعلنا عبيد إنسان، وإنما جعلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. إنسان تعبان
مرهق. إذا نام ربنا ما بيحاسبوش على الصلاة لما يستيقظ. فإن حضرتك ربنا حسب. مش هيحاسبك وهيحاسبك على الفقر. لا ده لابد الإنسان ده يكون حسيس، يكون عنده ذنب. أمال جابوا منين الملائكة بتلعنك؟ إمتى بقى؟ حينما ترفض المرأة بلا سبب. لكن امرأة تقول لي ما بيأكلنيش، أو لها ما تدلوش. إنما جعل حق أمام واجب. فإن أدى واجبه أخذ حقه، وإن لم يؤدي واجبه سقط حقه. طيب يا عم الشيخ بيضربني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استهجن قوي، بيقول في حديث كده، أنتوا عايزين تضربوا نساءكم الصبح وبالليل تجمعوهم؟ إيه الاستهجان ده؟ ده حتى لما بيسألوه على الراجل أو الناس اللي بتضرب نساء، أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. افهموا دينا صح. يعني هو بيضربها الصبح ويبقى عايز جماعه بالليل ويقولها الملائكه بتلعنك. ده كلام كله. فالمراه اذا كانت مرتاحه، اذا كانت نفسيا وجسمانيا وعصبيا في راحه وهدوء وفي وفاق وفي سرور وسعاده، ثم امتنعت عن زوجها اثمت ولعنتها الملائكه. لكن اذا كانت مجهده أو متعبة، فعلى الزوج الكريم أن يراعي وأن يتقي الله وأن يعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم بأن الدين ليس فزاعة على رقاب النساء، وأن يعلم بأن العلاقة بينهما متبادلة، فلا بد وأن ترضى عنك وترضى عنها حتى يحصل الوئام وحتى يحصل السرور والسعادة. جميل. أرجع لسجود السهو بسرعة. طب قول.